استعاد شباب ساحة الشهداء بمديرية المنصورة بمحافظة عدن مساء أمس الأحد ساحتهم التي استولت عليها مجاميع من أفراد القوات المسلحة أمس الأول مستخدمة القوة المفرطة. وجاء الانسحاب بالقوات العسكرية والأمنية من الساحة أمام إصرار الشباب على العودة إلى الساحة غير مكترثين بإطلاق الرصاص من قبل قوات الأمن والقوات العسكرية التي اضطرت إلى إخلاء الساحات بعد أن أحرقت وعبثت بمحتوياتها.